عارف انا نفسي في ايه يا حسن؟ ايه يا جمر انت؟ نفسي ارقص واغني وافرح. اه والله يا حسن نفسي افرح قوي، بقالنا كتير ما فرحناش. ايوه هو ده، احب كده جوي، احب الست كده اللي تحب الدنيا والضحك ويوجع عينيها كلها امل، مش تجلب وشها على الفاضي والمليان. قصدك ايه؟ قصدك ان انا مجنونه يعني؟ احنا هنعيده تاني وليه ما كنا كويسين. بقول لك ايه؟ مش عايزه ترقصي؟ يلا خلي الدنيا تزهزه. ايه الغم ده؟ مين اللي جاي الساعه دي؟ انا هطلع استناك فوق، ما تتاخرش عليا. جاي لك جاي لك يا وحش. كويس انك لوحدك يا حسن. انا اصلي عاوزاك في كلمتينك دي. خير عادل مش كده؟ لا ريم عايزه تولع الدنيا بينك وبين عادل. وايه الجديد؟ كانت عاوزاني اجي واقول لك ان عادل ليه يد في موت ولدك، وده مش حقيقي. كانت عاوزاك تقتله عشان تخلص منه، وبعد كده تخلص منك انت ومروان. وعادل ملوش يد؟ عادل ملوش يد في موت ولدك يا حسن. اللي موت ولدك. تعرفتي هو مين؟ نعيم. نعيمة هي اللي قتلت عبد الله يا حسن. أنا هسيب البلد وما رجعش تاني، وبقى أسلم على عمتي كريمة. يا نادية كانت عايزاك في ايه؟ مفيش. ازاي مفيش؟ يعني هتجيلك لحد هنا وفي الاخر مفيش؟ كانت عايزاني اكلم مروان اشوف لها حل مع ريم معادل. طيب كنت عايزه اقولك على حاجه. قولي. نعيمة يعني مهما كان برضو كانت مرات أبوك، والمفروض تسأل عليها وتشوفها راحت فين. طبعا هي نزلت مصر مش كده؟ أيوه. حسن خليتها تنزل مصر ليه؟ مش كانت قعدت معانا النهارده في الليله بتاعت النهارده دي واحتفلت معانا وكده؟ تسألي كتير عليها ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا بس بطمن يعني. طيب انا كنت عايزه انزل مع شاهد مصر، هي تعبانه والمفروض ان انا ابقى معاها في ظروف زي دي يعني. مش هتأخر هاجي على طول. نعيمة ماشي ماشي.
ازيك يا مفيدة؟ هكون عاملة ايه يعني؟ زي ما انت شايفة كده، انا فايتة البلد باللي فيها. ده مفتاح بيت ابوه، خديه اقعدي فيه، ولو حد سألك علي قولي لهم ماتت. انت رايحة فين؟ رايحة للمكان اللي ما كانش المفروض اطلع منه ابدا. هتسيبي البلد؟ هتسيبي عمتك وبنات عمتك؟ انا ملياش حد، انا مقطوعة زيك يا مفيدة. لا، انت مش مقطوعة زيي، انت ليكي بيت وعيلة وعزوة. انت مش عارفة قيمة اللي انت فيه عشان ما عشتيش اللي انا عشته. اوعي تسيبيهم. لازم اسيبه؟ مش لازم يا ندي، اسمع مني، أنا انتهيت ومن زمان، من اليوم اللي قتلت فيه عبد الحكيم، ساعة ما عميت عن الكل وما شفتش غير روحي وبس. فضل ايه تاني يا بلد؟ هتاكلي مين تاني وتدوسي عليه؟ كل حاجة بتباعت، حتى انت يا حسن كل يوم بيعدي عليك تحس فيه انك لحالك ومفيش حد جارك، حتى الامل بيضيع من بين يدك بيطير زي الهوا. لما اتخطف عبد الحكيم حسيت اني حسي انقطع، كان الدنيا بتضيق علي يوم بعد يوم. حتى ولدك التاني عبد الله لما مات قلبك داج على الدنيا، راحت منه الحنية وعينيك جفت من البكا، ما عادش فيه طعم للفرح ولا إحساس بالحزن. كان الدنيا مش عايزة يبقى ليك جدر ثابت في الأرض، وكان الدنيا بتعبك على الفرح. آه فهمت يا زمن، فهمت ان الدنيا دي طريق همشيه لحالي. يمكن في لحظة الاقي حد جاري كتفه في كتفي، سند ليا في الدنيا، بس في الاخر انا اللي همشي الطريق لحالي. بتلوم نفسك على ايه ولا ايه يا حسن؟ ولا متضايق عشان نعيمة كانت في يدك وكان ممكن تاخد روحها زي ما حرمتك من ولدك؟ يا بويا على الأيام، عاملك ايه في المناخل؟ كل يوم بيعدي بياخد من روحك حتة يا حسن، ومن قلبك فرحة، وبياخد من عينيك الشوف. الطريق طويل بس اخرته معروفة يا ولد عبد الحكيم. حقك عليا يا ولدي، يصير اجيلك وانا مجارك، وساعتها بس هتعرف انه كان غصب عني.